بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أبنائي وبناتي الطلاب وطالبات الثانوية العامة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة خاصة عن نموذج إجابة اللغة العربية امتحان الثانوية العامة نظام حديث الدور الأول. إن شاء الرحمن الرحيم النهاردة هعرض عليكم الإجابات النموذجية لهذا الامتحان واحتمالاتها، علشان انتوا لما بتقروا ورقة بس كده على النت وتلاقي الإجابة اللي انت كتبتها مش موجودة فتصب الذعر بقى والإحباط وتظن انك انت كتبت غلط، وممكن انت تكون كاتب صح عادي جدا ومفيش أي مشكلة. فدي الحتة بصراحة اللي خلتني النهاردة أخليه صوت وصورة. أنا كان ممكن أطلعه ملف بي دي اف أو صور والناس تشوفه، لكني أردت إن أنا يعني أتكلم معاكم كده ناخد وند مع بعض. أنا مش هطول عليكم، أنا عارف إنك وراكم امتحان ويا دوبك كده يعني إيه على قد الإجابات كده، علشان إن شاء الله تبقى مطمئنين بإذن الله ومقبلين على المادة اللي جاية إن شاء الله. وحتى لو غلطت غلطة أو حاجة الدنيا ما اتقلبتش، يعني عشان طول النهار النهاردة أستاذ الحمد لله أنا زي الفل. بس بص ما فيش حد اتصل قال كده أستاذ الحمد لله الامتحان جه 100 100 بس أصل لكن، فإحنا جايبين إيه نعالج بس وأصل ولكن، دي الكمال لله وحده يا شباب. ومهما حرصت على شيء نصيبك هتاخده، يعني هتاخده. بص يعني اسمعها مني، لا ينفع ذا الجد منك الجد. نتوكل على الله بقى ونشوف كده الامتحان. اولا التعبير، اول حاجه في التعبير الرساله. والرساله انا في اسئله وردت الي كتيره، منها استاذ انا ما كتبتش اسم المرسل او المرسل والعنوان. هو قال لك ما تكتبش اصلا، هو شرط اكتب المرسل والعنوان. اولا عايز اقول حته يعني مهمه قوي، الوزاره اصلا مش منزله شكل رسمي للرساله. يعني انا لو محامي ورحت رفعت قضيه كده على الوزاره قلت لهم يا جماعه انتوا بتجيبوا للاولاد السؤال ده على اساس ايه؟ ايه الكتاب؟ ايه المصدر اللي انتوا مديهم لي اديتوه للمدرسين او اديتوه للاولاد او نشره في المدارس؟ مفيش حاجه يا جماعه خالص. ده الرساله دي هم كده لقوها موضه جديده فبقوا ينزلوها. فانا بقول الكلام ده ليه؟ انا مش بهاجم حد ولا بنقد حد ولا بحب كده، بس انا بقول الكلام ده عشان اطمن ولادي. مفيش شكل رسمي للرساله، مفيش اصلا، مفيش كتاب يقول ان ده الشكل الرسمي لا في كتاب المدرسه ولا في نشره. فانت ما تخافش بقى، اهم حاجه تكون كاتب بس اللي هم الاربع خمس ست سطور اللي هو من 6 ل 9، كاتب الست سطور دول اهم حاجه تكون كاتبهم صح، يعني اخطاء الاملائيه الاخطاء النحويه اللي هي نفس شروط التعبير العادي. فانا مش عايزك بقى استاذ انا ما كتبتش اسم المرسل ايه، استاذ انا ما كتبتش الامضاء، استاذ انا ما عملتش برواز. يا جماعه لا الرساله محتاجه برواز ولا محتاجه كل الكلام ده. احنا لما عرضنا لك الرساله في التعبير الوظيفي قلنا لك اسم المرسل والمرسل اليه وعنوانه، وبعد كده بتحط الايه، بتحط الكلام وبعدين بتمضي في الاخر. بس النهارده كانت الرساله عامه، يعني هو بيقول لك اكتب لعالم، هو بيقول لك الرساله بص بيقول لك ايه، فيما لا يزيد عن 9 اسطر ولا يقل عن 6 اسطر، رساله معبرا فيها عن الشكر والتقدير لعالم مصري دون ذكر اسماء. يبقى انا كده انا مش بوجه، يعني زي رساله عامه انا مش بوجهها لشخص معين. فممكن قوي تكتب تخش في الموضوع على طول ايها العالم الجليل تحيه طيبه وبعد، وتبدا بقى في السطور اللي انت هتكتبها كنوع من الشكر والعرفان انه جاء ليساعد اهل مصر في النهضه بهذا البلد الكريم. وبعدين في الخاتمه تقول وادعو الله لكم بكل التوفيق ولمصرنا الحبيبه بالتوفيق، يعني اي خاتمه طبعا. يعني فمش عايز حد بس ينزعج من الرساله. انت طالما كتبت من 6 ل 9 اسطر يعني من 6 ل 9 اسطر اطمئن ان شاء الله رب العالمين هتاخد الاربع درجات باذن الله رب العالمين. انما لو كتبت اقل من 6 اسطر اظن انه هينقصك. انا لازم اكون واضح معاكم، اللي هو قال لك 6، انا عايز ليه انا بقول كده دلوقتي؟ علشان في الامتحانات الجايه نلتزم يا جماعه باللي هو عايزه، ما يبقاش 6 واحنا بنكتب 4 طبعا لا. الموضوع التعبير بقى، في ناس برضو بتقول لي استاذ انا ما كتبتش عن قناه السويس، انا كتبت عن الموضوع الاولاني هنقص؟ لا يا جماعه يعني ايه يعني ايه الافكار العجيبه دي؟ لا طبعا مش هتنقص، اي موضوع براحتك. الحاجه الثانيه بقى اللي هم كتبوا عن موضوع يعني اللي هي المشروعات القوميه، ناس كتير قوي تقول لي استاذ انا كتبت بصفه عامه، كتبت عن المشروعات القوميه بصفه عامه، هل ده ينقصني؟ لا طبعا ما ينقصكش برضه، لان هو بيقول لك هو نفسه ما حددش المشروع القومي اللي هو بيتكلم فيه. فراحتك بقى انت اختار اي مشروع قومي واتكلم فيه. احنا بس كنا بنوصيك تختار مشروع قناه السويس ليه؟ عشان اللي كان متابع معايا كان في موضوعك مكتوب جاهز وشواهد وارقام ومعلومات وكل حاجه، فكنت اتمنى انك انت تكتبه عشان يطلع في شكل جيد. فان كنت كتبت الموضوع اللي انا عملته معاك وانت درسته معايا ان لك وابشر ان شاء الله بدرجه رائعه باذن الله. وان كنت اتكلمت برضه عن المشروعات
عن مشروع او موضوع من عندك، برضو هنيئا لك، بارك الله لك، فما تخافش يعني. استاذ طب انا ما كتبتش كتير، انا كتبت حوالي 30 سطر 35 سطر. بص يعني، يعني كنت اتمنى انك انت تعدي السطور ديت، لكن ارجوك لو سمحت يعني فيما بعد في الانجليزي في الفرنساوي في غيره، ابقى التزم باستاذك قال لك ايه. لما يقول لك اكتب الكم ده التزم بالكم ده، لانه عايز عارف كويس قوي انت كده في الامان. فارجو ان احنا نتدارك هذا الامر بالالتزام بتعاليم الاستاذ بعد كده في الامتحانات. استاذ انا خطي وحش بس حسنته في التعبير. يا سيدي ربنا يسهل، ما تخافش يعني، نقطه الخط ديت ما بتبقاش عامل فيصل يعني، لكن احيانا لما يكون خط سيء قوي مش عارف يقرا طبعا بينقصك يعني. فان شاء الله هتعدي، ربك يسهلها يعني. المهم يكون الموضوع حلو وفي شواهد وفي فقرات وفي اللي احنا النظام اللي احنا قلناه. الصبي يريد ان يمتنع عن الرحيل الى القاهرة، كان صادقا في هذا هل كان صادقا في هذا التمنع ام كان متكلفا ولماذا؟ بص بقى، هو كان صادق وكان متكلف. صادق في انه بيحب القاهرة ويكلف بها، يكلف يعني يرتبط بها يعني، ولا يريد ان يتركها. لازم اقول كل الكلام ده يا استاذ؟ لا، اقول يحب القاهرة ويرتبط بها بس وخلاص. طب التكلف في ايه بقى؟ لا، الجزء الثاني ده لازم السؤال. طب التكلف كان في بقى؟ التكلف ان هو كان يريد ان يقال عنه مثل ما كان يقال عن ايه؟ عن اخيه، انه يؤثر العلم وعلى راحته الى اخره. يبقى ده الصدق وده الايه؟ وده التكلف. السؤال بقى اللي بعديه، عن خوف الصبي من نومه مكشوف الوجه. دي سهله خالص من الفصل الاولاني، عشان حتى لا يعبث بها عفريت من عفاريت الجن. السؤال الثاني، حرص الصبي وصديقه على حضور درس المنطق، علشان يقال أن هم يقولوا في أنفسهم يعني أننا ندرس المنطق، ويقال أنهم ينزلان إلى الأزهر في العشاء وبعد صلاة العشاء والمغرب ويدرسان المنطق مثل الكبار. ما هو دي كان الكبار بيعملوا كده، ما بيكتفوش بدروس الصبح، كانوا بيروحوا برضو دروس ليلية، فهم كان نوع من الفخر يعني في حضور هذا الدرس. ده عن السؤال الأول. وديكوا شفتوا يا جماعة، جايب الأسئلة مزيج من الجزئين، عشان كنت بحذر كتير قوي ان الناس تكتفي بجزء واحد. السؤال اللي بعديه بيقول لي، واقبل الشيخ برضو الفصل العاشر، بيقول لي معنى اوتي لجأت وجمع الاسرة الاسر مضاد الغيظ. يا جماعة الرضا، الرضا الغيظ يعني الغضب يبقى عكس الرضا. كيف نام الصبي في مضجعه القديم؟ عارفين طبعا يملأ قلبه الحسرة والألم والحزن. طب ليه نام كده؟ علشان هو لم يعني لم يحقق له ما كان يتخيله في رأسه، أنه سيستقبل مثل استقبال أخيه ويكرم مثل أخيه. ما في هذا المعنى وما يدور في هذا المعنى، هتاخد الدرجة كاملة ما تخافش. عشان في ناس ساعات تروح تطلع لك الإجابة من القصة يقول لك أنت لما كتبتش كده يبقى أنت هتنقص. يا جماعة ده في سطر كده نزل في نموذج الإجابة من 2013 و2014، السطر ده ما كانش بينزل قبل كده، كان يكتب الإجابة قبل كده ويقول لك يلتزم بها الطالب. إنما السطر ده نزل وفعلا يعني كان تعديل كبير جدا في نموذج الإجابة، إن يكتب نموذج الإجابة ويقول لك أو ما يؤدي هذا المعنى من عند الطالب. فما تخافش يعني، ده رسمي رسمي انك انت يا اما بالنص يبقى انت كده في الاجابة الامنة، يا اما انت بس ما تكونش اجابتك ناقصة، بس تكون مشابهة للاجابة الاصلية بتاعت الكاتب. فدي يا جماعة اطمئنوا منها تماما، انت مش لازم تجاوب بالنص. وانا بقول مني يعني، هو فين فين الطالب اللي في الدنيا يقدر يحفظ قصة الايام كلها بالنص؟ يعني يعني هم بيدرسوا لقصة الايام بس، ده عنده هموم متلتلة قد كده. فاذا غير منطقي اصلا ان انا اقول للطالب اكتب بالنص، ولا هو الطالب ده سي ولا شريط هنسجل عليه. فجماعه عشان بس ايه، ما يعني نلتزم بالكتاب ونلتزم بالمعلومات وكل حاجه صحيح، لكن في الاخر وفي في فهم برضه. طيب السؤال اللي بعديه بيقول لي، كيف نام الصبي؟ قلنا ولماذا، طبعا ما كنتش نسيت ولماذا ديت. اللي بعدها بيقول لي، علل تاجيل سفر الصبي للازهر. دي سهله خالص، لانه كان ما زال صغير السن واخوه لا يتحمله. ليه سرور الشيخ؟ صحيح الشيخ رغم ان هو ما كانش بيصدق ابنه الا انه كان بيصر بيه، لانه كان يعني يبهجه ويسعده ان يرى ابنه منتصرا على غيره، وكان يتعصب له تعصبا تعصبا شديدا. السؤال اللي بعديه اللي هو القراءه الارقام العربيه، دحضت ابطلت وجمع فريه فرعه مضاد مقابل تجلي. تجلي يعني اصلا الجلاء معناه الظهور، يبقى عكسها تخفي. في الفقره ادعاء بلا اثبات وضحه ثم دلل على ما تقول. يا جماعه الاجابه في الفقره يعني اللي هي الادعاء بلا اثبات، اللي هو ان الارقام هنديه بلا اثبات، ده الادعاء. طب ايه الدليل على انها بلا اثبات؟ ان المخطوطات تثبت عكس ذلك، وان الدراسات الحاسوبيه تثبت عكس ذلك. ماذا يحدث لو
لم نتمسك بالشكل العربي الأصيل لأرقامنا العربية، زي ما قالت المجامع اللغوية، أضعنا اللغة العربية، فقدنا هويتنا وفقدنا اتصالنا بالتراث العربي القديم وبزمننا الحاضر. ودرس التاريخ بيقول إن اللي تنازلوا عن الأرقام تنازلوا فيما بعد عن السؤال اللي بعديه بيقول لي ماذا السؤال ده انا سألت فيه كتير بقى، خلي بالكم منه. لم تتجانس ارقامنا مع لغتنا تجانسا كاملا وتاما. الحقيقه في الحاله دي كانت هتبقى زي الارقام الغربيه، ده الاجابه، لصارت مثل الارقام الغربيه واصبحت تنتمي جزئيا الى حضارتها وجزئيا الى حضاره اخرى. فانتبهوا الى هذه الاجابه. السؤال اللي بعديه العقاد بقى، العقاد الصحيح، يا ما اشرت لو تفتكروا وانا بجاوب النصور والمسجله هي على النت وكلكم شفتوها، ان الصحيح دي كلمه امتحانيه، وقلت دايما ان هي بمعنى البعيد وعكسها القريب. اصل في ناس، ليه انا بقول كده؟ في ناس طلعت تجادل وتقول انها الحاضر. لا، هو ينفع الماضي الحاضر؟ ازاي يعني؟ يعني ايه الماضي الحاضر؟ هي الماضي القريب ماشي تنفع. فاذا يا شباب هي القريب. جمع الشتاء اشتيا، اسوان ملتقى الماضي والحاضر، وضح ذلك ثم بين اسرار شخصيه العقاد. برضو لو رجعت للفقره هتلاقي الاجابه، اسوان ملتقى الماضي والحاضر، اهي في الاجابه عندك فوق، اهي عندك لما قال حيث يلتقي الماضي الصحيح بالحاضر ففي اسوان، خاصه في الشتاء تلتقي احدى صور الحضاره الحديثه باثار الماضي العريق، لا في المتاحف وحدها بل في البيوت في الحياه الى اخر الفقره. طب ايه اثر ذلك على العقاد بقى؟ بص، اثر ذلك على العقاد طويله شويه، اتمنى ان انت تكون كتبتها. اولا اديته بسطه في الافق، قبول التنافر، كمان اديته اللغه الانجليزيه واتعلمها لانه كان بيندس وسط السائحين، وكمان امتلأت المكتبات بالكتب فجعلت العقاد من هؤلاء الذين يحبون القراءه. السؤال اللي بعديه بيقول لي ماذا يحدث لو لم يقدم العقاد استقالته من صحيفه المؤيد؟ هي جمله بعدها الدكتوره نعمات قايلها، اللي هي الدكتوره نعمات مؤلفه الدرس، قالت جمله بعدها الى فتين، لما هو قال لما كان ذلك خيرا وبركه لانه تفرغ للقراءه والكتابه. فهي احنا هنقول كده بقى العكس بقى، نقول ايه؟ لما تفرغ العقاد للقراءه والكتابه. استاذ طب انا قلت اصل هو لسمه من سمات الكرامه، يبقى هو هيشعر بالذل. صح، برضه يمكن تقول برضه ان هو كان يشعر بالذل ويشعر بانه لم ياخذ حقه ويعيش حياه مهينه، لكن صلب الاجابه اللي انا متاكد منه ان هو يقول لك الجمله اللي بعدها اللي هي بتاعت ايه؟ لما تفرغ العقاد للقراءه والكتابه. طب ماذا يحدث لو لم يكن العقاد ملما باللغه الانجليزيه؟ بص، ما كان يستطيع ان يفهم الايطاليه والفرنس والاسبانيه، ما كان يستطيع ان يفهم الايطاليه والاسبانيه ايضا، وما كان يستطيع ان يجلس مع صفوه الاجانب والنخبه هذه، وما كان يطلع على الاداب والعلوم والقراءات التي كان يقراها. دي ماذا لو لم يكن العقاد يتقن اللغه الانجليزيه. السؤال السادس بقى بتاع الادب، اول حاجه المهاجر دي في الكتاب بالنص يا جماعة، ليه المهاجر تغنوا بالسماحة الدينية؟ ببساطة بسبب الطائفية البغيضة اللي عاشوها في الشرق، وانتقلوا إلى بيئة جديدة تقدس حرية الإنسان في العقيدة، وبالتالي وجدوا متسع وتسربت إليهم هذه الحرية الجميلة فتغنوا بها في موطنهم الجديد، ودي في الكتاب بالنص. ليه بقى برضو علل؟ استيقظ الوعي الجماعي العربي بعد الحرب العالمية الثانية. في السؤال ده بقى في جماعة، يعني أنا آسف في التعبير، لبخ كتير قوي، ناس كاتبة العوامل كلها. يا جماعة هي مطلوب عامل واحد وموجود في الكتاب بالنص، هو عامل واحد اللي هو رغبة الشعوب في التخلص من الاستعمار البغيض، بالإضافة إلى ضياع فلسطين واهتزاز الكرامة العربية ودخولها في التحدي مع النفوذ الصهيوني. لو كتبت ازدياد النفوذ الصهيوني صح في الوطن العربي، فعلا ده هو اللي ساعد، لكن بقى مش شرط تقول له القنبلة الذرية ولا الحرب العالمية ولا الصراع الرأسمالي، لا لا لا، هو عايز الحتة دي بس. عشان كده الناس بتقول لك الوقت ما كفاش، ما انت قعدت تكتب حاجات كتيرة هي مش مطلوبة. طب افرض كتبت كله يا أستاذ، لا ما تخافش إن شاء الله، يعني المصحح رحيم هيدور على النقطة دي، لو أنت كتبتها هيديها لك وهيتغافل عن الزيادات اللي أنت كتبتها فاطمئن يعني. المقال بقى كلنا عارفينه، المقال القصير والطويل عشان ما اضيعش وقتكم. البلاغه، امتزج فكر الشعر بوجدان، ده سؤال عادي جدا برضه، شرح زائد عاطفه. ايه نوع الخيال في سيري؟ استعاره مكنيه طبعا، سر جمال التشخيص لانه شبه مصر الانسان يقول له سيري، وسر جمالها او قيمتها الفنيه تشخيص المعنى في صوره توضحه. ما الغرض من الخبر في البيت الاول؟ في ناس طبعا فاكره ان في فرق ما بين الخبر والاسلوب الخبري، لا ما فيش فرق معاهم. هو على طول بيجيب السؤال ده كتير، ما بيجيب السؤال ده، الخبر هو الاسلوب الخبري. وهنا انتوا يعني حافظين معايا ان الاسلوب الخبري يفيد التقرير والتوكيد والوصف، صح؟ بس يا ريت تكون كتبت الفخر،
الاجابه الامنه هي تقرير التوكيد والوصف الجايه صحيحه، لكن يا ريت تكون كتبت الفخر ان هو فعلا عمال انتي فوق الجميع، انتي شموخ، يبقى بيفخر ببلده وبيفخر بمصر، خصوصا وقال مخاطبا مصر في الاول. يبقى اذا يا شباب الفخر والتقرير والتوكيد والوصف. هل تحققت الوحده العضويه؟ ايوه يا جماعه تحققت الوحده العضويه. الناس بتقول لا اصل هو اتحدث في البيت الثاني عن النيل، هو النيل ده يا جماعه النيل ده فين؟ يعني النيل ده في بلد ثانيه؟ ما هو النيل ده في مصر. يبقى اذا الشاعر لم يخرج عن الموضوع، هو يحب مصر ويحب نيلها ويحب شعبها ويحب ان يضحي بنفسه من اجلها. اذا تحققت الوحده العضويه، بيقول لي دلل على ذلك، اقول له حيث دارت الابيات حول فكره واحده وهي ارتباط الشاعر ببلده ورغبته في تقدمها، وايضا اقول له ان هي عاطفه واحده وهي الحب والفخر والحماس والتعلق الشديد بوطنه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. الرفع بقى أول حاجة مضاد غضب رضا، رضا قولا واحدا رضا. جمع أصغر دي بقى أنا كل تقريبا بتصل بيها بقولها لي غلط إلا ما رحم ربي، يعني هي جمع أصغر أصاغر، لا مش صغار، غلط. صغار جمع صغير، صغريات جمع صغرى، طب صغائر جمع صغيرة. فإذا يا شباب الجمع الصحيح الأصغر هو أصاغر. مفرد احزن حزن عادي، مرادف مسكنه ضعف ذل فقر، كل ده صح. ثقافه الكاتب الدينيه اثرها، هقول له لانه بدا بالنداء والمناجاه وبعدين تامل في الموقف وحب ان يخرج منه بالموعظه والعبره، ما هو ده التامل الديني. اذا هو المناجاه يا من لا اله الا هو، والتامل ومحاوله الخروج بالعبره والموعظه، ده هو الاثر الديني او ده ثقافه الكاتب الدينيه. الخيال في النملتين طبعا كلنا عارفين استعارات تصريحيه، وشبه الطفلين بالنملتين وقيمه الفنيه توضيح المعنى، ما اقدرش اقول تشخيص، هنا ما فيش تشخيص، الصغيرين الطفلين اصلا اشخاص، فهنا توضيح المعنى برسم صوره له. ما رايك في اليتم والضياع؟ عادي يا جماعه الكلمتين مناسبين للعاطفه. طبعا اليتم تدل على ان الطفلين يشعران بعيدا عن اهلهما بهذا الذل الذي يصل الى درجه اليتم، والضياع ايضا تدل على حيره وحزن الطفلين وشعورهم بالرعب والخوف، يبقى الكلمتين مناسبين للعاطفه. السؤال اللي بعديه، فرح الطفلان بلقاء امهما، هو لازم استاذ اكتب الفقره كلها؟ لا، انت اللي هي بتاع وهل الطفلان لما ابصر امهما ونفض ايهما نفض الاجنحه الى اخره. هل يا استاذ بقى لو قلت مثلا بدل قلت ابصر قلت رايا، هل هينقصني لو انا غلطت في كلمه ولا حاجه؟ لا ما تخافش ان شاء الله باذن الله مش هينقصك، ما تقلقش يعني. نيجي بقى لغرب وحنين. غرب وحنين مضاد ملعن طبعا كارها، ومفرد الدوح دوحه، وجمع رجس ارجاس. خطاب الشاعر للسفينه ايه بواعثه؟ يعني ايه بواعثه؟ يعني ليه؟ اولا لان السفينه وسيله اتصال، ثانيا شوقي متاثر بالقدماء في خطاب الناقه، انما هو يخاطب وسيله عصريه، وسيله عصر. الغرض من الاستفهام فيما له ملعن الاستنكار، طبعا الغضب والاستنكار او التعجب والاستنكار. بلابله استعاره تصريحيه، لازم نقول استعاره تصريحيه عشان شبه الشعب بالبلابل وحذف الشعب وصرح بالبلابل. ممكن تقول بص انا يعني اتعشم لو انت كتبتها كنايه بس يديك الدرجه، اتعشم ذلك، لان هي كنايه مش غلط، هي كنايه عن الشعب المصري الاتيان بالمعنى مسحورا بالدليل عليه، صحيح، لكن فيها برضه استعاره ايه؟ استعاره تصريحيه. قيمتها الفنيه طبعا بتقول القيمه الفنيه في الاثنين. الشاعر يقدم نفسه، هو بيت واحد مع نفسي مرجل وقلبي شراع بهما في الدموع سيري وارسي. فلو كتبت بيتين انت اجابتك امنه، ولو كتبت بيت واحد انا ارى برايي انا انها اجابه صحيحه ولا غبار عليه. مضاد مكتئبا طبعا سعيدا في كم تشتري. مضاد تشفق، شفتوا قلنا تشفق اللي بمعنى تخاف، يبقى هنا تأمن، هي تشفق عفوا هنا معنى تشفق، معنى تشفق تخاف. وجمع مصيبة عادي جدا مصائب. يسوق الشاعر الأدلة العقلية، ده شرح. الغرض من النهي، الغرض طبعا الحث والنصح والإرشاد. طب وضح الخيال في عز قد مدى، استعارة مكنية وتقول قيمته الفنية تشخيص أو تكسيم. طب المتشائم يعجز عن التمدبتين بقى ليه بقى؟ لأن المتشائم يعجز عن التمتع بالجنة، ينكر الحقيقة أمام الوساوس والأهوام، أمام الوساوس والأوهام. ما هو قال في البيت اللي بعديه قال إيه؟ أول البيت الأول تزور روحك جنة فتفوتها كيما تزورك بالظنون جهنم، أدي البيت الأولاني، ها؟ وترى الحقيقة هيكلا متجسدا فتعافاها لوساوس تتوهمه. فإذا هنا الشاعر البيتين عايزه. تعالوا بقى أبطالي النحو. أولا لكل عصر تحدياته، مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. طبعا لو ما قلتش الهاء، افرض ما قلتش الهاء، يعني أتعشم إنه ما يخصمكش، لان هو المفروض ان هو مركز قوي على كلمه تحدياته، فدي هتبقى مبتدا مؤخر مرفوع بالضم.
الظروف فاعل طبعا، كلمة ظروف هنا فاعل، تفريضها ظروف فاعل مرفوع علامة رفع الضم. الحبيب نعت يا جماعة مش مضاف إليه، اللي عاملها مضاف إليه غلط، لازم تقول نعت. وأنا حذرت من النقطة ديت أثناء اللي بيتابعوا معايا في قراءة كتاب الامتحان، قلت لكم يا جماعة مش شرط اللي بعد الجر والمجرور يبقى مضاف إليه. السؤال اللي بعده بيقول لي أخ، هي دي بقى اللي كانت يعني إيه زي ما نقولوا بقى الحفلة يعني بتاعت الحلقة يعني. ليه بقى؟ لأن الحتة دي هو عايز يعني يوقع فيها الدولة، كل الناس تقريبا فاعل، لا هي اسم أخذت، على ان اخذت الدوله تتجه، طالما اخذ جه معاها فعل مضارع يبقى على طول من افعال الايه يا شباب، من افعال الرجاء والشروع. ونيجي لجمله وقعت حال، هي وهي مدركه، جمله وهي مدركه اسم مكان اللي هي مناحي، مناحي بس طبعا، اسم فاعل لفعل غير ثلاثي في اثنين على فكره، انا كنت رافعها على صفحه واحده بس كان يعني سهوا، لكن هم اثنين اللي هي كلمه مدركين وكلمه مخلصين او مخلص يعني مدرك ومخلص. ضمير في محل نصب، الهاء في تفرضها، ايوه في محل نصب مفعول به، خبرا لفعل ناسخ. عندك خبرين، خبر بتاع اصبح في اعظم شبه جمله، والخبر بتاع اخذت، ايوه صح تماما، وانا باكد عليها صوت وسرعه، اخذت الدوله، لان اخذ اصلا من اخوات كاد وكاد من الافعال الناسخه، كاد واصبح وكاد واوشك والكلام ده كله افعال المقاربه والرجاء والشروع، دي افعال ناسخه ترفع المبتدا وتنصب الخبر، يبقى كلمه جمله تتجه في محل نصب خبر، نوع جمله فعليه طبعا، لكن الاولاني شبه جمله. جمله وقعت نعت، هنا بقى حته بقى يمكن الجمهوريه تقريبا غلطانه فيها يعني، او معظمكم يعني، بيقول ايه بقى؟ اللي هي جمله تلقي صوره طليق، عفوا اللي هي صوره طليق، جمله طليق، ايه الغلط بقى يا استاذ؟ لا هي صح، ما تخافش، جمله طليق في محل جر، جر يا جماعه مش نص، كلمه صوره هنا مش تمييز، اعظم صوره هنا مش تمييز، ما تديش اللي هي ما تديش من حيثه، لا اعظم من حيث صوره، لا هو مش قصده كده، زي ما اقول قراته اجمل قصه، يبقى قصه ديت مضاف اليه، فهنا يا شباب تبقى في محل الجر وليس في محل نصب، ودي ما تخافش عليها يعني ايه نص درجه او درجه بالكثير. اخلصه في العمل ليصبح فعل مضارع منصوب علامه نصبه الفتحه، طب انا استاذ ما قلتش نوع اللام، ما تخافش هو عينه على المضارع. طب والله لا يصبحن فني استاذ السنة، ما قلتش على الفتح برضو، اتعشى من يعديها لك ان شاء الله رب العالمين، لان هو مبني على الفتح. طب افرض قلت مبني على السكون، ما انا بقول لك علامه البناء ممكن يعني ساعات بعض المصححين ما بيركزوش فيها لان هي على درجه، فالدرجه هيخصم لك، هيخصم لك على علامه البناء يعني. فاذا يا شباب لا يصبحن فعل مضارع مبني، والاولاني فعل مضارع ايه منصوب. نيجي بقى للاخيره لان فيها اسئله انا سالتها كتير، ان كلا العاملين شارك في خدمه الوطن. بصوا بقى يا شباب، يعني هو المفروض الإجابة الصحيحة الآمنة المضمونة إن العاملين كليهما شاركا في خدمة الوطن، ده المفروض، لكن في طلبة حيرتني ودخلتني بقى في مشكلة، أستاذ قال لي أستاذ أنا قلت العاملان كلاهما شاركا في خدمة الوطن، شال إن يعني؟ حقيقة طالما تركيب الجملة صحيح أنا المفروض كمصحح أقبل الجملة، أنا المفروض كمصحح خلاص، هو الطالب شال إن بس ركب التركيب صح وقال كلاهما، قال العاملان وقال كلاهما، ان شاء الله صح، انا بقول لك اهو ابشر ان شاء الله صح، وان كان بعضهم يعني يمكن يقول لك لا هو المفروض يحط ان او الى اخره، لكن يعني اظن لعل الله يعني ايه يجعلهم يرقق قلبهم كده ويحنن قلبهم كده ويطلعوا جدعان ويعملوا لك صح ان شاء الله يعني. حمى الرجل دي بقى اللي غلطان فيها لا يلومن الا نفسه، لا فعلا انا موجوده في كتاب المدرسه وفي المذكره وفي كتاب الكتروني وفي كل حته، قلنا الحته دي كتير قوي، حمى الرجل فاعل على طول، اللي هي حمى وجنة وغمة وثلج وفلج، اللي هي الافعال التي تلازم لبناء المجهول. اما توفي الرجل هتبقى ايه يا شباب؟ نائب فاعل. لان اللي بعد توفي بيبقى نائب فاعل. اخيرا يا شباب في اي ماده تكشف عن كلمه تتجه في وجهة. وجهة مش تجاهة، انا اسف، لا دي ما فيهاش كلام بقى، وجهة. ابناء الطلاب يا رب تطمئن قلوبكم، ويا رب خلاص العربي خلص، ولو خسرنا بعض الدرجات المعركه لسه طويله. كلمة أخيرة أقولها بسرعة، الناس اللي زعلانة من الغش اللي بيحصل يا جماعة، يعني خليك في نفسك، خليك أنت مع نفسك وخليك نقي، وأنت اللي هتكسب في الآخر. بص إنه من يتقي ويصبر، ربنا ما بيضيعش أجره أبدا. سيب اللي يغش يغش، سيب اللي بيتحايل يتحايل، وهيبدو قدامك انه سابق. وعلى فكره الموضوع ده مش في ثانويه عامه بس، ده الموضوع ده هتلاقيه لما تكبر وتشتغل، ناس بتغش وتترقى وانت مخلص وما بتترقاش، ناس بتسرق وتغتني وانت ما بتسرقش فمش غني. ما هو ده مبدا هيفضل طول حياتك مش في ثانويه عامه بس، ارجوكوا الكلمه دي لو سمعت مش عايز اطول فيها، بس انا بس بطفي نار ناس كتير فاكره ان اللي بيغشوا هيسبقوهم. والله العظيم، والله العظيم يا جماعة، اللي بيغش عمره ما هيسبق،
ولو سبقك النهاردة هيفشل بكرة. وكل الغشاشين اللي بيعتمدوا على الغش سواء صفحات مشبوهة ناس سيئة مفسدة على النت وعمالة تغشش الطلاب وتسعى في الأرض فسادا، دول حسابهم عند الله. ربنا بقى ايه هتشوفها، هتشوف فيهم يعني. بص الجزاء من جنس العمل ده، هتلاقي الدنيا كلها بتغشه برضه وهيعيش طول عمره مغشوش كده. اللي بالناس اللي بتفسد دي، الناس اللي بتستجيب للفساد بقى وبتمشي مع هذه الموجة وبيظن انه سبق ربك فوق. ان كنت استطعت انك تخدع الوزارة والحكومة وشاط فاكر نفسك شاطر قوي وانك خدعت المراقبين وخدعت الادارة وخدعت الوزارة وخدعت الوزير ومبسوط قوي ان انت خدع، مش هتقدر تخدع ربنا. وربنا سبحانه وتعالى ما بيرضاش بالظلم ابدا. فيا جماعة احنا بقى الناس الطيبة، الناس اللي ماشية على الصراط المستقيم، هي دي الفتنة بعينها، ده هي دي الفتنة. اثبت مكانك، اثبت مكانك وما تزعلش. يعني انت اثبت مكانك، طب ما انا ما بغشش اهو، بس زعل ما تزعلش، ربنا مش هيساوي بيك والله العظيم. هو دكتور يا جماعة، لو دخل طب وغش في طب، طب وبعد ما يتخرج دكتور فاشل، ده راجل بيغش طول عمره، ده دكتور فاشل، ده مهندس فاشل، ده حتى لو بكالوريوس تجاره برضه هيبقى محاسب فاشل. خلاص هو خلاص اتعود على الغش. واللي بيغش في التعليم، بيغش في الفلوس، بيغش في الاخلاق، بيغش في كل حاجه. وبعدين ما تقوليش اصل النظام فاسد فانا مش مهم، يبقى حلال في الغش. يا جماعه عمر ما قال ان علاج الفساد بالفساد، عمر ما في حد قال كده. انا مش عايز اطول يا شباب، والموضوع ده اصلا بسمعه كتير قوي من الطلبه. ايها الطيبون، ايها الصالحون، اثبتوا على صلاحكم واثبتوا على طريقكم المستقيم، ودعوا من يريد الغش فليغش. هو عايز يسيبه زي ما هو عايز، ربنا هيقابله، بس انت تبقى في قرارة نفسك متأكد من جواك ان عمر ربنا سبحانه وتعالى ما هيساوي بيك. وان سبقك لحظة عمره ما هيسبقك ابدا، لا في الدنيا ولا في الاخرة. ابناء الطلاب، ارجو ان تكون قد اطمأنت قلوبكم، وارجو ان إذا اكتشفتم بعض الحاجات الصغيرة اللي وقعت منكم أو بعض المسائل أو بعض الأسئلة يعني اللي وقعت منكم، مش مشكلة، مشي حالك وربنا إن شاء الله هيكرمك في اللي جاي. أبناء الطلاب، أعزائي أولياء الأمور، أرجو أن لا أكون أطلت عليكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى اللقاء في أعمال قادمة للأجيال القادمة إن شاء الله. الله وإياكم على تأديت هذه الرسالة الجميلة الرائعة، وبكم ولكم نعمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.